Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kumlarında. Oynak ya Hazar. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında. Dıkhilak ya Rabbi, ana şu sevayet. Dedim ya, hiç yoktan Meskinti mecbur. Yüreğim kanıyor. Yüreğim Lazım hafız ala ilti. Bitmeseydi. Bitmeseydi. Hazar zıvışın kül hayati. Ve kan azdı sevi şey seyi. La. Hint mecbura. Yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Rayan, شو عم تساوي؟ اختبار الملح. اختبار الملح؟ يا ترى هذا عادة تانية من عاداتكم؟ لو سمحت لا تتمسخر على عاداتنا ميران بيك. صح أنا بصدق العلم والطب، بس بآمن بهالتقاليد كمان لأعرف جنس البيبي. ايه ماشي، شلون بتساوي اختبار الملح بالله؟ أنا برش شوية ملح على راسي هيك، طبعاً على راسي من قدام. ايه وبعد ما يخلص الملح إذا حكيت أنفي بيكون صبي، وإذا حكيت تمي بتكون بنت. عن جد يلي علمكم هالعادات؟ قصدي ستكن مليكة ضحكت عليكن منيحة يا ايه شو عم يحكيك هلا؟ انفك ولا تمك؟ انا بحياتي ما شفت حدا بيحط ملح على راسه غير المجانين. لا تتمسخر ميران، طلع هالحالة يلي انا فيها. ستي هيك قالت لي بيصير الاختبار. فيني ساعدك ولا بيفشل الاختبار؟ ما رح تقلي أنا بشو حامل؟ أنا قلت لك. أنت قلت يا صبي يا بنت. إيه شي طبيعي، أنا غلطان؟ يا بنت يا صبي، ما عندك غير هالخيارين. استنى أنا بورجيك. عم يتمسخر وأنا أعصابي تلفان. ما رح يمشي الحال إذا رشيتيني بالملح. ما بتوصلي لأي نتيجة بعدين. عم يتمسخر كمان. طيب خلينا نعيدها مرة تانية. اختبار الملح ما زبط. بعرف اختبار تاني ورح ساوي هلا. بالسكر ولا بالبهارات؟ هذا اختبار المقص والسكين. بدك تهدديني بهدول؟ يعني بهالطريقة أنت رح تعرفي شو جنس ابننا؟ أي بالضبط. والله ما ضل قدامي غير هاي الطريقة لعرف شو جنس البيبي. اسمعني هلأ، أنت رح تحط المقص تحت المخدة والسكينة تحت المخدة التامية، وأنا إذا قعدت على المخدة يلي تحت المقص بتكون بنت، وإذا قعدت على المخدة يلي تحت السكين صبي. لا تضحك ميران، أنا ما عم أقول شي بضحك. تمام تمام تمام، يلا منبلش. وقف لا تاخذهم من ايدي، احسن ما تجرح حالك، الافضل اني احطهم. مشي الحال؟ دقيقة استني شوي. مشي الحال، يلا اختاري. أنا متحمسة، شو رح يكون يا ترى؟ ميران، هاد شو عم بيساوي هون؟ شو بدنا نساوي يعني؟ هالاختبار مليان بالمفاجآت. برأيي تتصلي بستك مليكة وتسأليها شو معناته إذا طلالك جراب تحت المخدة. انت ما حطيت المقص والسكينة؟ ايه خلص بكفي، ما عاد تساوي ولا اي اختبار. يعني ما بدك تعرفي شو جنس الجنين؟ لا ما عاد بدي اعرف، ارتحت هلا، انا رح روح. ريان لا تساوي هيك، انا ما صدقت انت لقينا شغلة نتسلى فيها وضحكنا شوي. عم يتسلى ويضحك. رح روح لعند الدكتورة وما رح اطلع من عندها لحتى اعرف شو جنس البيبي، ورح خبرها انه ابو ابني عنيد وما قبل يخبرني. تمام، اطلب لك تاكسي. طلع رح أسألك للمرة الأخيرة، أنا حامل ببنت ولا بصبي؟ يلي صار هون مانو عادي،
القبر فاضي تماما، بس حسب سجلات البلدية كل الوراق صحيحة، يعني تقرير موت الشاه أصلان وإذن الدفن بهاي المقبرة، كل الوراق تمام ومو ناقصة شيء، وعليها ختم. من بعد هلأ صار شغل الشرطة، بما أنك الشاهد الأول على انهيار القبر، أنت وقع هون ونحن رح نسلم الوراق مع الضبط للشرطة، وهن بيخبروا عائلة أصلان بهالشي وبيبلشوا بالإجراءات اللازمة. بالله جد أنا حامل بصبي؟ نحن رح يصير في عنا صبي؟ بالضبط رح يكون صبي. أنت ما عم تكذب علي مشان ما أزعل، مو هي؟ لأنه أنا بتمنى يكون صبي، الدكتورة أكدت لك أنه صبي. يلا قلي بسرعة. أهدي شوي، معقولة أخدعك بهيك شي؟ أساساً كلها كم شهر وبتولدي. بس أنا بعرف ميران أنك أنت بتتمنى أنها تكون بنت، وهالشي بفرحك كتير. أكيد ما زعلت مو هيك؟ يعني بالحقيقة في شي مزعلني. شو؟ للأسف ما عاد نساوي اختباراتك السخيفة لنعرف جنس الجنين. صح. إن شاء الله يجي على هي الدنيا بخير وسلام. إن شاء الله. بصراحة أنا مبسوط كتير هلا، صار يلي أنت بتتمني. إيه صحيح، بما أنه صبي أنت مجبورة تضلي تحبلي لتجيبي لي بنت. سكوت. تعال يلا نام هون لشوف. إن شاء الله ابني يكون بيشبهك، نفس عيونك ونفس الأنف والشفايف والقلب كمان. صحيح ريان، ولا مرة خطر لي أسألك ليش تمنيتي إنه يكون عنا صبي؟ أكيد عندك سبب منطقي خلاكي تتمني هذا الشيء. تعرف إنه الناس بالعادة بيتمنوا يجيهم صبيان مشان يستمر نسلهم، وكتار بيتضايقوا وبينقهروا إذا ما أجاهم غير بنات. يمكن كتار بيفكروا بهالطريقة، بس بالنسبة لألي مو هيك. بصراحة أنا بدي ربي ولد يعرف شلون يحب. أكتر الرجال يا أما هنن ما بيعرفوا الحب أو بيتعلموا الحب بعدين غصبا عنه. طبعا في استثناءات، في منهم بيعرفوا الحب وفي منهم بعد ما يكبروا بيتعلموا الحب وبيقبضوا فيه، بس الأغلبية بيعلموا أولادهم العصبية والغضب والعنف والقوة كمان، بيظنوا أن هذا الشي رح يسعدهم بحياتهم. أساسا هذا السبب الرئيسي لكل مشاكل البنات. أنا رح حط كل الطباع والصفات السيئة على جنب، رح ربي رجال يجمع بقلبه كل المحبة والحنية مثلك. مظبوط أنا بحب القصص والحكايات، بس ما رح أسمح لأي حدا يتصرف بطريقة سيئة قدام ابني أو يعلمه شي سيء، وما رح أسمح لهم أبدا يعبوا براسه أنه لازم يأذي الناس. بالعكس تماما، رح أعلمه محبة الناس ويحب الطبيعة ويختار شريكة حياته من دون ما يكسر لقلبه كمان. ريان، ورح أدعي له دايما إنه يكون مبسوط بحياته ويعرف شو هو الحب، بس إذا ما لقى لحبه أي مقابل أنا رح خليه بعيد ورح ضل وراه لحتى يروح لبعيد. في كتير أشخاص نيتهم سيئة ومخادعين، رح خليه يكون متواضع قدامه، بس لازم يعرفهم منيح ليحمي حاله منه، بس ما يكون مثلهم أبدا. مثلا يكون مثل بابا ومثلك يا ميرا. طبعا بدي اياه يكون مميز عن الكل، بدي ربي رجال حنون وقلبه طيب. لهالسبب تمنيت ربنا يرزقني صبي مشان يزيد عدد الرجال اللي بيعرفوا الحب بهالدنيا. أنا حامل وطبيعي ابكي، أنت شو صار لك ميران؟
بتعرفيها ريان؟ انتي اكبر جائزة انا اخدتها بكل عمري. غيرتيني حياتي، علمتيني معنى السعادة. بتعرفي هالشي مو هيك؟ انتي اكبر جائزة، كل شي فيكي حلو يا ريان لدرجة بخاف احيانا ما اكون بكفي لهالجمال. انا بحبك لدرجة الموت يا ملاكي، انا بعشقك ريان. وانا بحبك وبعشقك ميرا. نحن رح نربي مع بعض اطفال حلوين وقلبهم طيب وبيعرفوا الحب. الو نعم. مرحبا ميران بيك، انا عم احكي معك من المخفر. خير، شو الموضوع؟ شو في؟ الموضوع ما بينحكى على التليفون، ممكن تكون بالمخفر خلال ساعة. تمام، جاي فورا. شوفي، هلأ صار فيني روح، ما راح أتأخر كتير. ما بستغرب إذا أبوك رجع وقال إنه بده يبوسك كمان. شوفي ريان، جيت لأحكي معك بموضوع. ما في أي شي نحكي مع بعض. بنتي اسمعي، بترجاكي لتخجلينا. ريان، في شي مهم كتير انتي لازم تعرفيه. أساساً عمي جيهان حكى لنا كل شي. جدي ميران ما رح يتأخر، بترجاك خدها من هون قبل ما يجي. بنتي عمك جيهان ما حكى كل شيء. ليش شو ضل كمان لحتى تحكوا لنا يا ريان؟ أبوك يا ريان، هزار ابني. دخيلك يا ربي، شو هالكابوس يلي ما عم يعرف ينتهي ابنه. انتي اكتر حدا بيقدر يفهمني ريان، لانك من فترة قريبة خسرتي ابنك حتى قبل ما تولدي وتشوفي وشه. فكري فيني، شو رح تكون مشاعري؟ انا شفت وشه لابني ورضعته من حليبي كمان ونيمته بحضني. ريحته لساته بانفي. لا طالما انتي عشتي بهذا الوجع، شلون حاولتي تخلي التانيين يعيشوا بهالوجع كمان؟ كيف ساويتي هيك؟ كيف فرطت بالولاد التانيين؟ بالوقت يلي انتي عانيتي فيه لهالدرجة، كيف اعتبرتي انه التانيين بيستحقوا يعانوا كمان؟ لانه كنت مفكرة انه ابني احترق ومات. ما كان عليه اي ذنب اللي صار.
كان لساته صغير صغير كتير. سمعت صريخة وهو عم يحترق. المسكين صار يبكي كتير مشان يسمعني صوته وكأنه عم يقلي ساعديني. ابني كان عم ينادي لأمه بس أمه ما قدرت أنها تنقذه. دائما كنت فكر ابني احترق جوات النار وأنا ما قدرت أنقذه. حزني على ابني ما خلاني يتنفس. كل ليلة كنت حس إني عم اختنق. الكل ظنوا إني عم اتوجع لأنه إيدي وظهري احترقوا بس ما حدا حاسس بوجعي. جنيت من كتر ما فكرت بابني اللي فكرته مات بالحريق. ما في ام بالدنيا بتقدر تتحمل مثل هيك امتحان صعب يا ربي. وصرت طول الوقت ادعي دخيلك يا ربي خد روحي وريحني من هالعذاب. بس ضليت عايشة وللأسف ما متت. دائما كنت اسمع صوتي اللي ما رح تموتي يا عزيزة ليختفي كل هالحقد يلي بقلبك. وهيك هالكره والحقد ارتدوا علي وانا قدرت لاقي حفيدي وابني يلي فكرته مات بس لهلأ ما انطفيت النار جواتي. لهذا السبب انا صرت الشيطان يا عزيزة يا ريان. بترجاك ساعديني مشان الله ساعديني لصير عائشة من جديد وصلح كل الأغلاط. إذا بدكن لا تحبوني ولا تستقبلوني بيناتكن أنا فيني أتحمل هالشي. بس بالنسبة لأبوكي هزار هو ابني. بس بتمنى أسمعه مرة عم بيقول لي أمي بترجاكي بس بدي أسمعه مرة عم ينادي لي يا أمي. بتعتقدي بهالبساطة بيتصلح كل شيء؟ كل هالأوجاع وكل هالعذاب والهموم ممكن ينتسوا بهالسهولة؟ آه؟ أنت فيك تصلح الماضي عزيزة خانم؟ إذا عطيتن يلي حرمتن منه وإذا رجعت لميران يلي أخدته منه. كيف؟ فيك ترجعي له لميران طفولته؟ أنت أخدتي من بابا الإنسانة يلي كان بيحبها. بتعتقدي ممكن يسامحك على هالشي؟ واخدت من ميران أمه كمان. ما فيك تحيي الموتى يا عزيزة خانم وشو ما ساويتي مستحيل تقدري ترجعي الماضي. ريان عائشة عائشة مو وقتها هلأ. ما بصير تقولي لها وقال لها راح تخبر ميران فورا أجليها. خلاص يا عائشة. ريان أنا بقدر صلح كل شيء، أنتِ بس أعطيني الفرصة وساعديني يا بنتي. ما فيني خليهم يسامحوكي. ما بقدر. وبالنسبة لي حتى إذا كان هو ما رح يسامحك، المفروض أنتوا تخبروه بهالشي هلا. هزار بيكرهني، كيف بدي أخبره ريان؟ أنتوا ليش ما بدكم تفهموا؟ لك كل هالمصايب وقعت على راسنا بس لأنه انتو خبيتوا الحقيقة عنا. حتى إذا كان بابا ما رح يسامحك مفروض تخبري الحقيقة يلي خبيتيه عنه. انتو مجبورين تبلشوا من شي مكان. مشان هيك أنا بلشت من عندك ريان. أنا بترجاك احكي لي انتي رح تقدري تسامحيني يا بنتي؟ ما بحق لك تسأليني هالسؤال. مستحيل انسى انه انت زتيتيني بساحة ميديات بفستان عرسي، لهيك ما بحق لك تسألي اذا كنت حسامحك، فهمتي؟ بكفي. كل شي راح يتحسن، كل شي راح يزبط، لازمنا شوية وقت. اصبري يا عائشة، راح يتصلح كل شي لا تقلقي. تعتقد اني ما راح اقدر اصلح شي، معها حق. كلامه صحيح لأنه هذا الشيء مستحيل. بس حتى لو ما نجحت يا نصوح على القليلة وقت يجي أجل يموت كون كحلت عيوني بولادي. طولي بالك يا عائشة، كل شيء رح يتصلح.
ألو ريان، خير؟ صاير شي؟ أنا منيحة وما صار أي شي، لا تقلق. بس قلقت، شو بدهم منك بالمغفر؟ والله ما بعرف، لساتني عم استنى. ميران أكيد ما عم بتخبي عني شي، مو هيك؟ مرت شي ساعة ولسه ما رجعت. ريان اهدي، ما في أي شي بيخوف، صدقيني هاي الحقيقة. لساتني عم استنى بغرفة الضابط. طيب اجا الضابط، صار لازم سكر هلا. لا وقف ميران، ما فيني استنى هون لتجي وتخبرني. خلي التليفون مفتوح لأسمع حديثكم. أهلين وسهلين ميران بيك. أهلين فيك حضرة الضابط، تفضل عم اسمعك، شو الموضوع؟ نحن لسه ما بنعرف شو الموضوع بالضبط، تفضل اقعد. بس البلدية مبارح بعتت لنا تقرير. ايه، مكتوب بالتقرير انه صار انهيار بقبر تابع لعيلة اصلان. قبر مين؟ ديل شاه اصلان. بس بصراحة المشكلة الاساسية انه القبر فاضي وما في شيء، وبعد تحقيقاتنا قدرنا نثبت انه ما اندفنت اي جسة بهذاك القبر. ميران، كيف؟ أمي؟ ميران عم تسمعني؟ ما عم أفهم شلون؟ إذا كان هذا السر اللي عند عزيزي، ميران ما رح يوقف، ما رح يوقف أبدا. أنا متأكدة أنه رح يصير قاتل. ميران رح يقتل عزيزة، شو بدي ساوي؟ وينك يا فتون أصلاً؟ نعم. طلعوا على عزيزة يلي قالت انه ما لها أي علاقة لا بالوردة ولا بالأملاك. اجت أول وحدة مشان التسليم والاستلام. ليش؟ ما كفاك اللي أخدتيه من هاي العيلة؟ مساء الخير عليكي كمان يا فتون. من وين رح يكون في خير بالمكان اللي انت بتتواجدي فيه؟ انا شايفة انك ما بتضيع الفرصة لتجي على هالقصر. ليش اجيتي لهون؟ اجيت بس لرافق فورات. لكان اجيتي بس من شان ترافق فورات. طيب ليش حاسة وكأنك جاي وعندك امل اني اسمح لك تنامي بالقصر؟ بس ما عنا غرفة بتليق فيكي غير غرفة الخدم. مو مشكلة فتون، شو رأيك أنت تنامي بغرفة الخدم؟ أهلين وسهلين فيك يا فرات، شرف كبير لعزيزة إني شوفك جنبها. رجال مثلك صادق وعند كلمته وبينوثق فيه. هذا شرف إلي فتون خانم. أنا عند وعدي إليك. بس لو حلينا موضوع تسليم الأملاك واستلامها بين بعضنا وما دخلنا هالغربة، بعتقد هاي المراسم بتخص كل العيلة. لو خبرتينا كنا قصينا الشريط الأحمر. لا، وقتها بخاف إنه ينقص لسانك يا فتون. أنا بحب الزيارات القصيرة، لا تضيع الوقت، أعطيني الأوراق. إيه ماشي، كلياتها موقعة ومختومة.
شو انت عم تتمسخر علي فرات؟ اسمك موجود على كل الاوراق. ما عم بتمسخر ولا شي يا خانم. انا عطيتك وعدي من قبل انه كل املاك عيلة اصلان رح تضل عيلة اصلان، وهذا يلي صار. ماشي، بس حسب مو مكتوب هون كل الأملاك لساتها باسمها ورح تبقى دائما. شو السبب؟ لأنه فرات بيكون ابن أسماء وابن أخوك نهاد. فرات أصلا يعني هو له الحق بكل أملاك آل أصلان، وأنت ما إلك الحق بأي شيء. وهلأ طبعاً بعد إذن فرات ممكن تبقي بهالقصر كضيفة. هزار، وين أنت؟ يا ربي بلكي لاقاها، بلكي لاقى دلشاه. معقولة عرف باللي قلت لها اياه؟ وعرف شلون اسأت لها؟ وقتها شو رح يصير؟ بترجاك يا ربي تحفظ لي عائلتي ولا تخليني افترق عن زوجي وبناتي. طيب وين جيهان؟ تمام، اذا راح من هنيك بتخبروني فورا. بابا أنا ما عم بقدر أفهم شو اللي عم يصير. كتير اتصلت بهزار بس ما عم بقدر أوصل له. أنا عم قول يا ترى معقول يعرف بالشي اللي صار بالقصر ولهالسبب عصب وراحة؟ ما له مبين أبدا. كيف يعني ما له مبين يا زهرة؟ أنا اليوم ما شفته لهزار وما حكيت معه بالشي اللي صار. بعدين لسه ما تأخر الوقت، ليش كل هالقلق؟ لا مو قلق ولا شي، بس عم قول لحالي معقولة تكون صايرة مشكلة مع جيهان وهزار معه؟ جيهان بالفندق بس هزار مانو معه. بابا بترجاك ساوي أي شي بس لاقيه بسرعة. احكي مع هزار. زهرة يا ترى في شي ما بعرفه؟ لا لا ما في شي، بس أنا قلقانة لأني ما لقيت هزار. تمام يا بنت، أنت اهدي وروقي، لا تتوتري، أنا رح لاقيه. يعطيك العافية. هارون أنت وين كنت؟ اتصلت فيك لحتى تجي على الغرفة بس ما عم بترد على تليفونك. ليش أنت ما شفتي شو كان عم بيصير برا؟ عزيزي أكيد ما إجت لتطمن على أحوالنا، هي رجعت على بيتها. لاحظت هالشي ولهالسبب اتصلت فيك لتجي. هارون ما بعتقد إنه فينا نعيش معهم بنفس البيت. بعرف بعرف، بس ما لازم نتصرف بعجلة، يعني هلأ ما منقدر نساوي شي. بس إذا بدك ترجعي على بيت عيلتك. لا أبدا، ما رح نطلع برات هالقصر، وهن يلي لازم يروحوا من هون. على الأغلب أنت جنيتي، لأنه بالنهاية هون بيت عزيزي خانم كمان، وأنا كيف بدي أقلع؟ تمام، إذا عزيزي ما رح تروح خلي فرات يروح. شو معنات هذا الحكي؟ معناته أنه أنا ما بدي أعيش معه بنفس البيت. طلعي يا رين، نحن حكينا بهذا الموضوع وانت حكيتي انه ما رح تصير اي مشكلة بخصوص هذا الشيء. ايه مزبوط هارون، بس عم حس انه هذا الشيء مو صحيح. يا رين طلعي، اذا انت وهو كان في شيء بينك وبين فرات؟ هارون انت شلون بتسألني مثل هيك سؤال؟ انا زوجتك زوجتك. ما
بعتقد أنا وأنت بس تزوجنا على الورق، يعني زواجنا أنا وأنت ما نو حقيقي، مو هيك؟ ها؟ أنت لساتك هيك عم بتشوف زواجنا؟ لكن أنت شو جابرك تضل معي؟ بصراحة أنا ما بدي تصير أي مشكلة بين العيلتين بالوقت يلي فيه كل هالمصايب، ما بدي إياهم يتزعلوا أو يتخانقوا بسببنا، ولهيك أنا ما بدي طلقك مو لأني بحبك يا رين. ظاهر هارون وقع بحبي، كان واضح هذا الشي بعيونه. هارون صار يحبني، هزار ما راح على المصنع كمان. لك بنتك ديلشا، ديلشا عايشة. لا تعبسي وشك فتون، طول الوقت كنتي عم تتفتلي وتقولي نسل عيلتي. اطلعي، الحمد لله نسلك ما جف، هي ابن أخوك واقف قدامك. بالرغم من انك بتعرفي هي الحقيقة، انك خليتي هالمسكين يضحي من شانك طول هالسنين ويتعرض لكل انواع الذل، هلأ بدك تستغليه من شان ترجعي على القصر؟ بصراحة أنا عندي مفهوم خاص فيني للعدالة يا فتون، وانت شكي ربك لأنه رح نخليكي بهالقصر، وإلا إذا بدي باخد كل شي منك.
وبقلعك برات قصر أبوكي كمان، بس ما رح أساويها. أخوكي مات وحقه انتقل للشخص الصحيح. هاي لعبة جديدة من ألعابك مو هيك؟ طبعاً أنت صرتي بحاجة لضحية جديدة بعد ما خسرتي ميران. لا تدخلي ميران بهذا الشيء. عزيزي أصلاً! ميران؟ ميران أنت شو عم تسوي يا أخي؟ ما حدا يدخل ميران؟ ارجعوا لورا! تعتقدي اني ما رح اقتلك مو هيك؟ انت بتظني اني ما رح اضغط على هالزناد وانهي هالعذاب مو هيك؟ طول هالسنين عم تحرق لنا ارواحنا ولعبتي ألعابك الوسخة لتنتقمي لابنك، ولعبتي بعقل طفل صغير وزرعتي الحقد والكره جواته وخليتيه يحرق كل شيء. بس بتظني انه ما رح يحرقك ما؟ معك انا ما فيني اقتلك مشان عذابي وتضحياتي، بس مشان امي ومشان المرة اللي بحبها ومشان ابني انا مستعد هلأ اوصك بنص راسك ومن دون ما اتردد. ميران بترجاك تهدى. هلأ بدي اياك تجاوبيني على هالسؤال يا عزيزي اصلان، ليش ابرى لامي دلشاه فاضي؟ ابني انا كنت بدي احكي لك. جاوبيني على سؤالي بسرعة. كنت بدي اشرح لك. انا سألتك سؤال واضح ومفهوم، جاوبيني عليه بسرعة، ليش ابرى امي دلشاه فاضي؟ يلا جاوبيني. ميران، لأنه أمك لساتها عايشة، لأنه أمك لساتها عايشة.